انطلقت أعمال منتدى مجتمع الحزام والطريق الإعلامي لعام 2017 في الفترة ما بين 14 وحتى 15 من ديسمبر الحالي ببكين، وأقيمت هذه الدورة تحت عنوان التكامل والابتكار والتنمية والكسب المشترك. يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون المهني في مجالات السينما والتلفزيون بين الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، وتعزيز النفوذ الدولي لمجتمع الحزام والطريق الإعلامي. حضر المنتدى أكثر من 100 ممثل عن وسائل الإعلام المرئي من أكثر من 50 دولة ومنطقة من 5 قارات في العالم. تأسس مجتمع الحزام والطريق الإعلامي في أغسطس العام الماضي من قبل تلفزيون الصين المركزي والشركة الصينية للتلفزيون الدولي، بالتعاون مع عدد من وسائل الإعلام الآسيوية والأوروبية والإفريقية. وتوسع أعضاء المجتمع من 41 مؤسسة من 29 دولة ومنطقة في البداية، إلى 85 عضوا وشريكا من 47 دولة ومنطقة حاليا. ومنذ تأسيسه أصبح منصة قوية للتبادلات الثقافية في مجالات السينما والتلفزيون بين الدول الواقعة على طول الحزام والطريق. منذ العام الماضي تشارك الشركة الصينية لتلفزيون دولي في مهرجان تلفزيون في دبي بهدف الاستفادة من منصة المهرجان في عقد لقاءات مباشرة مع المؤسسات والجماهير العربية، وذلك بهدف القضاء على سوء الفهم وتبادل الاهتمام وحتى الإعجاب بين الثقافات، والذي يعتبر أساس لانتشار الثقافة إلى العالم. وأطلق المجتمع تعاونا شاملا وعميقا من خلال البث المتزامن للبرامج وتبادل البرامج والإنتاج المشترك الدولي وإدارة القنوات وتبادل المعلومات، كما قدم مساهمة كبيرة في نشر الثقافة الصينية. ومن الجدير بالذكر أنه خلال المرة الثانية للبث المتزامن لبرامج مجتمع الحزام والطريق الإعلامي في إبريل الماضي، تم بث مسلسل وحي الحياة المدبلج باللغة العربية في 8 قنوات تلفزيونية في 7 دول، وهي التلفزة التونسية الوطنية والتلفزيون الأردني وتلفزيون لبنان وقناة أو تي في اللبنانية والقناة الأولى المصرية والإذاعة الوطنية المغربية وتلفزيون البحرين وقناة الشروق السودانية، بما حقق تأثيرا كبيرا في الدول العربية. هذا التجمع كان نقلة ينقل الحضارة، والآن في عنا في بلادنا العربية هنالك إقبال شديد على مشاهدة الأعمال الصينية كإحنا كشركات خاصة، ونقوم بدبلجة الأعمال الدرامية الصينية إلى اللغة العربية، وهي مشاهدة من خلال CGTN وفي قنواتنا التلفزيونية اللي نستطيع أن نوزع هذه الأعمال فيها في منطقة ميناء اللي هي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الناطقين باللغة العربية. تتمتع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بمصير مشترك، وقد أجرى ممثلو المؤسسات الأعضاء في إطار دور المجتمع حوارات وتبادلات لتعميق التعاون العملي، مما شكل منصة قوية لدولتنا لنشر الثقافة الصينية وتعزيز النفوذ في مجال التواصل بين الثقافات. مبادرة حزام واحد طريق واحد اطلقتها الصين في عام 2013، واللي كانت تهدف إلى الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية، كان لها أثر كبير واسع على الدول العربية وعلى طول الخط، في الخط البحري والخط البري، وانعكس هذا الاستثمار أيضا في المجال الإعلامي والتبادل الثقافي بين الصين والدول الأجنبية العربية وغيرها على طول الخط.